الأخت أم إبراهيم يا شيخ، تقول الشيخ صالح السلام عليكم، أنا سوف أحج إن شاء الله، هل يجوز ربط غطوتي أو الشيلة في الحج؟ لأن هناك بعض الفتاوي، نريد من الشيخ أن يبين لنا حكم ربط الغطوة للمرأة. لا حاجة إلى ربطها، تضعها على رأسها، وعند الرجال تسدل ما على رأسها تسدله على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم.